موجات البرد ما منعت الشباب من التواجد بالساحات ولا منعت الطامعين بالمناصب من الركض وراء مصالحهم. السؤال: البارد اللي الناس معترضة عليه وما تريده ليش يراوينا حنطة ويبيعنا شعير؟ انت مو قلت انا ما اخضع للاحزاب وما اريد السلطة بلا تأييد شعبي؟ شو لاطش بالكرسي وما تريد توخر؟ لا ما نحيك ثقة بالبرلمان ولا الشعب مأيدك، وصاير من جهة غفور الرحيم ومن جهة شديد العقاب. تشكيل الحكومة اللي راح توديها للبرلمان حتى يمنحوك الثقة عليها. يعني الطالعين على الفساد طالعين على كل الفساد، ما طالعين على فساد الشيعة ومغمضين على فساد الكرد والسنة، لا طالعين على كل الفساد. لا تحفزون الطائفية وتعيدوها من جديد. هاي سوالفكم الباردة. المكلف عمي انت ما تتعظ من التجربة؟ ما شفت سيد عادل الصاربي؟ اصطف ويا الناس والسلام، صر وياهم تأمن مو؟ هذا رصدنا الأحاديث العراقيين اليوم وبأول الملفات، أحزاب راغبة وكتل خائفة.